بكم من جديد وننتقل إلى أخبار السعودية. الخبر الأول اخترناه من جريدة عكاظ بعنوان الدفاع المدني والشرطة ينقذان معنفة من رشاش ومسدس الزوج. وفي التفاصيل، بعد 18 عاما من الصبر على العنف والأذى النفسي والجسدي، أطلقت زوجة ثلاثينية بمكة المكرمة نداءات استغاثة خافتة عبر هاتف ابنها المحمول، مستنجدة من خلاله بأحد أشقائها في الوقت الذي كان الزوج يأخذ قسطا من الراحة بعد 3 ساعات متواصلة من الضرب المبرح لها، ليعود ويكمل مخططه في الإجهاز عليها هي وأبناؤها الخمسة بواسطة سلاحه من نوع مسدس محشو بذخيرة كاملة، بالإضافة إلى رشاش معبأ بثلاثين طلقة وحزام رصاص آخر، إلى أن عناية الله أنقذتها من الموت المحقق بعد أن وصل ذووها ورجال الأمن في الوقت المناسب، وتمكنوا من اقتحام الشقة وإخراج الضحايا بعد محاولات استمرت لساعات لإقناعه بتسليم نفسه والإفراج عن أسرته التي كان يحتجزها بثلاث غرف منفصلة داخل الشقة. للحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف والد الفتاة المعنفة السيد أبو خالد. مساء الخير أبو خالد. مرحبا، مساء الخير يا أخوان. أبو خالد، كلمني بس عن الحالة النفسية والصحية الآن لبنتك. الحمد لله، هي لازالت باقية بالمستشفى في الشوشة بمكة غرفة 203. حالتها النفسية لا بأس بها، طيبة، وما في إن شاء الله هناك خطورة، إلا أنها باقية، لا زالت الأثار باقية، وتشكو من جميع جسدها، ولا الخطورة إن شاء الله ما فيه، طيبة إن شاء الله. يعني هل في رضوض؟ هل في مثلا كسور لا قدر الله؟ إيش التأثيرات، تأثير الضرب اللي مارسوا عليها الزوج؟ رضوض بليغة جدا في الرأس، في الأعضاء، في الأكتاف، في جميع الجسم، في الظهر رضوض وتوريم وحجام دم تبرز في جميع الجسم. طيب أبو خالد، يعني 18 عام وابنتك بتتحمل العذاب مع هذا الزوج المدمن، وقالت في الخبر أنه ما كانت بتشتكي خوفا من أذية الزوج. معقول 18 سنة ما لاحظتوا فيها أي مظهر من مظاهر العنف؟ ما لاحظتوا أنها مضروبة؟ ما لاحظتوا أنها نفسيتها مو مرتاحة؟ ولا كان في ملاحظات وحاولتوا يعني تاخذوا الامور بهدوء، ولا ما كان الوضع يعني؟ بلى والله، في لاحظنا، لكن هي لم تصرح بشيء كبير او صغير لله. والملاحظه انا والله لاحظت. ماذا لاحظت؟ لاحظنا انه نفسيتها، وانها احيانا تكتم، ولاحظنا من الزوج تصرفات غير، أكثر ما لاحظ الزوج تصرفاته غير مقبولة وغير محمودة، وحاولنا نغطي الموضوع. غير مقبولة مثل ماذا أبو خالد؟ يعني عصبي، ويجي بانفعال غير طبيعي، وكلام غير لايق، وعدم يعني استقباله للأسرة لما يجون، وعدم استقباله لها يعني بخاطر طيب، وعدم يعني قيامه في صلاة ولا كذا، يعني يبطي الوقت، أكثر الوقت هو نايم. طيب والأبناء والأبناء كيف نفسيتهم؟ ما عمركم حسيتوا أنهم متضايقين، منزعجين من هذا العنف اللي يصير من الأب عليهم؟ ما حسيتوا أنه شخصيتهم مثلا حزينة، ضعيفة، في مشكلة في دراستهم في المدرسة؟ والله الأبناء صغار، ما يعرفون شيء، إلا أنه يعني أبوهم يعني يعصب عليهم، يضربهم، يحسبون زي أب كذا، يعني يفكرون أنه أي أب طالب، يفكروا هذه التربية. عمرهم ما جو اشتكوا من العنف اللي بيمارسوا الأب عليهم أو على الأم؟ بالنسبة للأولاد ما اشتكوا. طب ما هي الإجراءات؟ تفضل كمل. ما تروح تجي مكتمة طبعا. طب ما هي الإجراءات اللي حتتخذوها الآن، يعني بعد ما انضربت ودخلت على المستشفى، ولولا ستر الله ثم أنه جاء رجال الأمن وأنها كلمتكم ويعني أنقذوها في اللحظات الأخيرة، كان لا قدر الله ممكن تموت، فما هي الإجراءات الآن حتتخذوها؟ هل حتخلوها ترجع بيت الزوج؟ هل رفعتوا قضية مقابل العنف؟ ما هو الإجراء الآن معكم يعني منكم كأهل؟ والله أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على السلامة. الحمد لله على سلامتها فعلا. نشكر الله سبحانه وتعالى، ونوجه شكر لنا جميع المسؤولين، رجال الأمن ما قصروا، والدفاع المدني ما قصروا، وساندونا
بعد ان اخذنا فترات من الساعات نحاول ان نغطي الوضع ونقنعه واحنا حول المنزل بس بدون اي جدوى. لما رجال الدفاع المدني جو الشرطه جو ما قصروا. وبالنسبه للقضيه رايح ترفع قضيه في هذا الموضوع في حقوقها في ضربها في جميع ما عانت ورايح ترفع قضيه بالانفصال من هذا الشخص. يعني خلاص الانفصال. وهل قررت تطلب مبلغ مقابل العنف اللي تعرضت له؟ الأولاد حيكونوا معاها ولا معاه؟ الأولاد حيكونون إن شاء الله معاها تحت إشرافها لأنه غير موهل لتربية الأطفال. ونطلب إنها تكون تنقل من موقعها حول موقع مدرسة أطفالها. إن شاء الله أبو خالد إحنا بنشكر مداخلتك الله يشفيها إن شاء الله والحمد لله على سلامتها. أنا بس حابة أقول يعني العنف صار شيء ما ينسكت عليه في العالم بس بزيادة عندنا في السعودية لأنه ما في قوانين تجرم العنف. وزي ما تكلمنا عن هذا الموضوع بالأمس وأكثر من ضيف كانوا معنا وقالوا أنه ما في قانون وهذا اللي بيخلي الناس يزيدوا أكثر في موضوع العنف. والأهم من كده كمان أنه ما ترجع الزوجة لزوجها بعد هذا العنف. هي بصراحة غلطت من البداية. هي مظلومة 100% ما نقدر نقول غير كده. لكن هي من البداية لما من أول مرة ضربها كانت المفروض تكلم أهلها كانت تشوف إيش تقدر تسوي لأنه مدام مد يده عليها مرة واحدة عمره ما حيبطل هذه العادة. أنا ما أشوف أبدا أن الرجل اللي يمد يده على سيدة هو رجل أبدا لأنه ما في تكافؤ بينه وبينه. وبعدين لغة البني أدمين أرقى من الضرب وتحديدا هذول الأبناء كيف نفسيتهم يعني يحتاجوا تأهيل نفسي لأنه تعودوا يشوفوا الضرب هذا ويعتقدوا أنه سلوك طبيعي. فلو تزوجوا بكرة وصاروا يمارسوا الضرب على زوجاتهم مفهوم ليش بيعملوا هذا السلوك لأنه تربوا وشافوا هذا السلوك في بيتهم. يعني الله يهدي النفوس إن شاء الله ويعني تقوم بالسلامة وما ترجع له ويكون يعني في عقاب رادع له. الآن حننتقل إلى خبر آخر بعنوان تعيين المعلمات البديلات في السعودية يبدأ ربيع الثاني المقبل. وفي التفاصيل وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية خطة لتثبيت وتعيين 5000 معلمة بديلة كل سنة على مدى 3 سنوات المقبلة. وقد كشف مصدر في اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات المالية الخدمة المدنية التربية والتعليم أن الخطة ستبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد. وتوقع المصدر أن يبدأ تعيين الدفعة الأولى في شهر ربيع الثاني من السنة الهجرية الجديدة موضحا أن الأولوية في الاختيار ستعطى للمجتازات لاختبارات القياس وتاريخ التخرج وتاريخ العقد وعدد سنوات العمل كمعلمة بديلة فضلا عن تفضيل الحاصلات على درجات علمية عليا كالماجستير أو الدكتورة. مشاهدينا طبعا المعلمات يعني عارفين انه في كثير ضغوطات تمارس عليهم اثناء العمل سواء من مشاكل النقل سواء من عدد الطلاب الكبير سواء احيانا لما تكون موظفة بس على بند لسه ما توظفت. يعني في قضايا كثير للمعلمات نتمنى انها تنحل نتمنى انه يكون في مطالبة بهذه الحقوق بشكل افضل حتى يعني لما يكون المعلم او المعلمة حاصل على حقوقه كاملة يقدم الواجب بشكل أفضل. فاصل قصير ابقوا معنا ومن ثم سنتابع باقي فقرات سيدتي. اسمها نوف التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل. هل تؤثر الوصاية العاطفية الزائدة من الفتاة على علاقتها بالزوج؟